الراديو 90-90 هواها مصر. طيب كمل سؤالك. احنا نسأل سؤال هيكون ناقص كلمة وهنكملها وهنشوف بعدها كده حطينا علامة استفهام الإجابة يا ترى هتكون عاملة ازاي. أول حاجة نقط، هو أقرب صديق لعدوية. هو أقرب صديق لعدوية نقط. هنحط مين مكان النقط نعرف مين أقرب صاحبي؟ محسن. محمد محسن اللي بيغني؟ لا، محمد محسن مين؟ واحد صاحبي. صديقك؟ صديقي من أيام عشرة. كام سنة؟ عشرة 20 سنة. أوكي. مستحملك في إيه وأنت مستحمله في إيه؟ انا هو مستعملني في ايه؟ لا مش هقدر اقول على الهواء. انا ممكن اخمن مثلا انت متقلب المزاج شويه. ها انت متقلب المزاج فنان كده بقى فبتتغير. لا يعني هو لا بالعكس، احنا مستعملين بعض عادي على الحلو على المره في كل حاجه. يا ريت كان معانا محمد كنا سالناه دلوقتي. وبعدين بس طيب البوماتي قليله بسبب نقط. لا مش يعني ايه السبب ان البومات محمد عدوية موهبه ما ينفعش يبقى البوماتها قليله؟ يعني لو جينا بصينا على عدد تقريبا 3 البومات اللي نازل، هو الالبوم الرابع في سنين كده، لو جينا ضربنا ده في سنين الشغل او سنين الاحتراف قليله شويه. ايه السبب؟ السبب الابداع. يعني ايه؟ يعني تبقى مبدع اكتر ما تبقى تنزل حاجات كتيره ما لهاش هدف وما لهاش مزيكا حلوه وما لهاش كلمه حلوه لاجل اللي انت بتنزل وخلاص عشان تبقى مشهور. فدي مشكله برضه. بتتعب عشان تلاقي الاغنيه اللي تعيش. يا عم انا بنزل 12 اغنيه في الالبوم. 12 اغنيه دي كل أغنية ليها كلام ولحن وتوزيع، خصوصا لو أنت هتخش في سكة. يعني خصوصا لو أنت هتخش في سكة وفي هدف اللي احنا كل لسه بنتكلم فيه من شوية. فده الإبداع أصعب كتير قوي من التجارة. في فرق يعني. أوكي. وبس طبعا وفي ظروف طبعا حصلت في النص، كان في شوية، كان في ثورة شوية في أيام معينة. يعني بعيدا عن الأحداث السياسية. بعيدا عن الأحداث برضو. بس ده هدفي برضو، سيبك من بس هو السياسية. انت يعني معروف ان انت مش بتنزل اي حاجه وخلاص، مش او مش مجبر انك تنزل. هي جايه كده لوحدها يعني، مش بالاحداث، سيبك من الاحداث دي بتاعت ربنا طبعا. بس انا عامه التارجت بتاعي او الهدف بتاعي اللي انا بني ادم بحب تبقى مؤثر، ابقى مؤثر اكتر ما ابقى موجود كتير. اكتر مطرب او مطربه بستنى البومهم هو نقط او هي نقط. مين اكتر البوم؟ عمرو دياب. عمرو دياب. بتشوف ايه السر كده؟ لو ومحمد منير كمان طبعا. ايه سر نجاح اتنين كبار يكونوا محافظين على مكانهم لفتره كبيره قوي كده؟ انهم محافظين على نفسهم، محافظين على كيانهم، محافظين على شخصيتهم من هم عمرهم صغير، وهم محددين ازاي يظهروا. يعني ما بيظهروش في اي وقت عشان الظهور. اوكي. انت فاهم اللي هو ما تلاقوش في كل مكان في كل حته، فابتداها اللي هي ابتداها شويه بتقل، مش بتقل يعني بايه، تاثير. يعني بقى ينزل حاجه تاثر في الناس، بقت تنجح اللي بعدها. مش شرط يطلع يتكلم كتير، مش شرط يحرق نفسه كل شويه كل يوم تلاقوش في التلفزيون. يعني في حاجات كتير قوي.